وشايع في وسط الملعب يحاول يعدي ولكن تغطية دفاعية وإبعاد، والكرة مرة تانية من ناحية اليمين، وليد مع الكرة واحد على واحد مهاري، واحد على واحد مهاري، عدى مهاري، خطير خطير خطير، جول 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 جول. الهدف الأول لفاركو انطلق واخترق، قلت لك مهاري وليد انطلق بعد هدف رائع في مرمى سيراميكا، يظهر ويصنع وأحمد شريف يرتقي عند الهدف الأول بالنسبة لفاركو. يا سلام على الهدف الجميل، انطلاقة وتمرير وكرة بالعرض على طول وتمركز، ما فيش أفضل من كده من أحمد شريف، يسجل الهدف الأول لمصلحة نادي فاركو في الدقيقة 32. شوف الكرة، قلت لك أسوأ حاجة بالنسبة للمدافع أنه يكون في موقف واحد على واحد على لاعب مهاري، على لاعب مهاري. اللقطة دي اتكررت دلوقتي، شوف الكرة، وليد عادل استلم الكرة، أو وليد علي استلم الكرة، بص لقدام لقى نفسه واحد على واحد، قال لك دي مش هتجيلي كتير، وقطع معدة وعلى طول وقع فاروقة، لعبها أرضية أرضية، وأحمد شريف يسجل هدفه الثاني هذا الموسم بعد هدفه في مرمى بلدية المحلة، يظهر ويسجل اللاعب اللي كان صنع هدف في أمام الإسماعيلي في مباراة السادسة، يسجل هدفه الثاني هذا الموسم، هدف رائع من اللاعب أحمد شريف. أحمد شريف يسجل الهدف الأول في دقيقة 32. الهدف ده بقى خد لك مباراة أفضل وأفضل، سيناريو سيكون أفضل، ومباراة رتمها هيكون أسرع وأسرع أسرع وأسرع. 1-0